الكب كيك الشوكولاته اللي طلب مننا كتير قوي الاسبوع ده والاسبوع اللي فات. نقول مقاديره مع بعض. هنحتاج كوبايه وربع من الدقيق المنخول، دقيق متعدد الاستخدام، هننخله كويس مرتين ثلاثه، يعني كل ما نخلتي اكتر كل ما اخدتي كب كيك هشه اكتر. عندي كمان ربع كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، سكر عادي اللي هو السكر بتاع التحليه العادي جدا بس يكون حبيباته ناعمه ولونه ابيض، نص كوبايه حليب، معانا بيضتين وفانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح بسيطه جدا يعني على طرف المعلقه. لو حابة بقى تقدميه بشكل مختلف فهنحتاج كريم شانتيه علشان نزينه، واي نوع شوكولاته تحبي بتستخدميها او الاولاد بيحبوها تحطيها معاه. تعالوا بينا يلا نبدا على طول، نجيب كده بوله ونشتغل، ومعانا المضرب. في البداية عندنا البيضتين نحطهم معاهم الفانيليا طبعا، ونضرب البيض كويس الأول مع الفانيليا. بعد ما ضربنا البيض مع الفانيليا عندنا السكر هنضيفه، نضرب بقى البيض مع السكر كويس قوي لغايه ما يعمل فوم كده ولونه يفتح ويبقى الى حد ما القوام كريمي. هتضربيهم مع بعض مدة ما تقلش عن 3 دقايق. بعد كده عندنا الزيت والحليب هنضيفهم ورا بعض، وعندنا كمان ادي الدقيق، الكاكاو والبيكنج باودر، هخلطهم مع بعض كويس. ويفضل كمان ان انا وانا بنزلهم في الخليط ان هم يكونوا ينزلوا بمنخل، ده افضل تمام. والكاكاو لازم يكون منخول برضو، الكاكاو بالذات من الحاجات اللي ممكن تلاقيها مرطبة وعاملة كتل، والكتل دي بتفضل موجودة في الخليط ما بتبقاش ظريفة. احنا في الاول ضربنا البيض لوحده مع الفانيليا، وبعد كده حطينا السكر ضربنا كويس مدة ما تقلش عن 3 دقايق. تعالوا بقى ننزل تدريجيا كده، احط الزيت وبعدين الحليب وبعدين هننزل بخليط الدقيق اللي احنا ضفنا عليه البيكنج باودر وكمان الكاكاو، ويفضل ان احنا ندخلهم تاني بعد ما حطينا الكلام ده كله مع بعض، هيديكي نتيجة افضل. يلا بينا. لما نيجي ننزل الدقيق والمواد الجافه على المواد السايله ونبتدي نخلطهم مع بعض، يفضل ان انا اخلطهم يا بالمضرب اليدوي يا على اقل سرعه في المضرب الكهرباء، بلاش السرعه العاليه قوي. خلصنا خلاص، بس الجوانب عندنا ممطور فيها دقيق وموجود عليها، فيفضل ان انا ابتدي انزلها واخلطها مع كل الخليط علشان ما يبقاش وانا بنزل كده خليط الكيك في القالب او كده ما الاقيش فيه كتل دقيق موجوده معايا. عايزين نبص على اللي في الفرن، الدنيا تمام؟ تمام. خلاص كده، طبعا زي اي كيك وزي ما بنقول دايما نشغل الفرن قبل ما نبدا نعمل الكيك مباشره، كل مكوناتي بدرجه حراره المطبخ
القالب بتاعي جاهز جنبي على طول علشان اخلص واحط اعبي على طول الكيك. والفرن زي ما قلنا لا احنا محتاجين نقعد نلم اللي احنا عملناه. طيب فاصل صغير خالص، نبتدي بقى اصب الكيك في قوالب الكيك ونسيب مسافه كده عشان يلحق الكيك يكبر ويعلى براحته خالص. حبينا الكب كيك في الكبس بتاعتنا، المقدار اللي احنا عملناه عمل 10 كب كيك، حلو جدا. تمام، كوبايه وربع دقيق وعليهم ربع كوبايه كاكاو على الرف الوسطاني على درجه حراره 170 لغايه ما يستوي، هيقعد معانا في الفرن حوالي 12 دقيقه. تمام، احنا كده تمام. يلا بينا بقى نزين الكب كيك اللي احنا كنا عاملينه ومستوي معانا، يلا بينا. كريم شانتيه مخفوق عادي جدا، عايزه تضيفي له شوكولاته، عايزه تضيفي له كاكاو، براحتك خالص. وهنبتدي بقى اوب طبعا. ممكن نقدمه ساده، ممكن نقدمه زي ما قلنا بالكريم شانتيه لو عندنا مناسبه ولا حاجه هيبقى لطيف، وساده لو احنا هناكله كده في البيت جنب الشاي مفيش مشكله. واخر واحده زي الفل. تمام خلاص، عملنا كل الكبس، حطينا عليها الكريمه زي ما قلنا، اي نوع بقى شوكولاته احنا بنحبه الولاد بيحبوه. نبتدي بقى كده ايه نزين بيه. لو عندك مناسبة حاجة بسيطة اتعملت بالظبط كده في ايه نقول نص ساعة هتكوني مخلصاها بتزيين وبكل حاجة، بس طبعا اكيد مش هنحط الكريم شانتيه غير لما الكبس كلها تبرد تماما علشان نقدر نحط الكريم شانتيه وما يسحش مننا.